السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ صباح الجنة، فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. إن شاء الله بهذا الفيديو بدنا نكمل المشاريع اللي كنا بنعمل فيها، وفي عنا شيء تاني رح نعمله في ماكينات نزلت مودات لها رح نجربها إن شاء الله. بس خلينا هلا نشيك على الماكينات كلياتها بسرعة سرعة. اسمع الليم، طبعا هون الدنيا تلجت ومطرت وصار ثلج وبتعرفوا انتو. طبعا هلا في شيء رح اعمله، اول شيء هنسوي اللي هو نرفع سرعة الوقت. وين الوقت صار؟ هون 5، هاي 3، هاي 5، يعني هيك الوقت صار لنا شوي حلو. كمان بيعطيك احداثيات الشخص، نايس عجبتني. والله في شغلات كثير حلوه وجميله صراحه منزله للعبة. هلا صار عنا سرعة الوقت 5. هلا بدنا نروح على المتجر. هلا اول شيء قبل ما نروح على المتجر خلينا نشوف هون ايش في عنا اليوم او خلال الحصه هاي. لساتنا مارس مو على كل حال، رح ندخل ابريل ونشوف شو نشتغل فيه. المهم هلا خلينا نروح على المتجر. وين المتجر؟ هون المتجر. لا اول شيء بدنا نروح معنا تراكتور، صحيح خلينا ناخذ هذا التراكتور. شوفوا على فكره يعني انه طول بالك شوي، خلينا نرجع الى برا. يمكن بيتركبوا مع بعضها، يمكن ها، بس رح نجرب نجرب. بس طول بالك، انا شايفها من ورا لها سيبه ولها شغل يعني مزبطه من ورا. طبعا اذا ما ركبت، ايوه ما ركبت. طب خلينا نكب هاي الحديده هون كمان، يعني بالوقت الحالي ما لي حاجه لها. تمام، نرجع لورا. هلا بتعرفوا ليش؟ خلينا اشيل هاي البزارة، انه يمكن هي نفسها بتركب معنا. بس معش خلينا ناخذها معنا مشان نجرب عليها. لا بس خلينا نفضيها شلون كانت تفضى. اتوقع هاي يس يو كان جو تو توب. هلا شوف شو نعمل بالشو. رح نعمل شغله يعني هي قديمه ما جديده، بس يعني رح تستفيدوا منها بشكل جدا كبير. طبعا مثل ما شفتوا، هلا نحن بالعاده نحن نستخدم تراكتورين، واحد يحرث والثاني يبذر. تمام، طبعا في بعض الاراضي العقود تاخذها انت اساسا بس حرث او بذر، يعني هذول العقود ما لنا فيها. بس نحن بالنسبه لارضي انا نحن دائما ناخذ بذر وحصد، بذر وحاصد. فلذلك عشان يعني عفوا مو حافظ الصد، حرث وبذر، حرث وبذر، يعني انا بنفس الوقت بدي احرث وابذر. فلذلك لازم احنا نستخدم تراكتورات اقوى. بس خلينا نحطها على البيع. هي هو مكان البيع. اوقف، اول شيء خلينا نكب التريلا هاي. الو بيع يا وديع. ها اوه هاي خالصه بدها تصليح. على كل حال ما بدي اسوي ريبليت، انا بدي اسوي بيع. وينها بيع؟ هاي البيع. يس يس ما شاء الله، اخذها ثاني 7000 كويسه. ايش هاي؟ هاي مثل الشرح التعليم مالنا فيها. طيب هلا اول شيء نجي مو هون، نجي هون بدور عليها اليوم. عليك لقيتها، شوفوا حتى كاتبين عليها مود. شوف هلا عرضها 3 امتار. حلو، احفظوها هون شكلها. نحن عندنا اياها اللي هي هي عرضها كمان 3 امتار. حلو، طب خلينا نشتري حاليا هي. طبعا هو الفرق في تقريبا 1500، بس هي طبعا فيها ميزه كتير كويسه اللي هي، لا ما بدي هي، لا انا بدي اشتريها لحالها بس. حلو باي، تمام اوكي حلو. هلا راح نجرب عليها شغله. طبعا هي في شغله ثانيه لازم تتركب معها، بس نحن راح نكتفي بهذا القدر. بس خلينا نرجع، يعني حطينا شوية فلوس فوق، بس معلش اوكي. ننزل هاي. يلا يلا. يعني ما بعرف اذا تركب ولا ما تركب، بس ان شاء الله تركب. اذا ما ركبت في شيء تاني لازم نشتري معها. والله ركبت، والله ركبت. بس شوف الدولاب انت القدام شلون صار يتحرك.
هلا بننزل الاثنين هيك. شفت شلون؟ شوفوا لو في شغله تانية اذا انتبهتوا هون لما كبسنا عليها كبسنا هاي اعطتني هاي الماكينه اللي هي نفس الشيء نفس الشيء بتسوي تماما. بس يعني ما لي شايفها مهمه يعني. احنا عندنا هذيك خلصنا يعني نشتري وحده ثانيه يعني صراحه ثاني هنا هذا السبب يعني حقها 10000 وهذيك شو حقها 33000 بس هي في معها لا بس سماد ما بس سماد تمام حلو. ما في هون شغلات تانية موجودة تعرف انه اول مرة بعرف انه في شيء بس ما يركب معهم من ورا. شوفوا انه هي تركب بس لحالها ما يركب معها شيء تاني خالص. شوفوا حتى هي شوفوا ما لها شيء بس راس بس قدامي ما يركب شيء من ورا. اما هي ايش ميزتها؟ الميزة الوحيدة اللي فيها انه يركب شيء من ورا لها شبك هذا الخلفي بس هي الميزة اللي فيها اللي انا لذلك اشتريتها. شوفوا حتى هي ما يركب شيء من وراها. المهم هاي نحن يلا اشتريناها زبطناها. طبعا المودات موجودات باللعبة الاساسية اذا بدكم انتم تجيبوا المودات فتقدروا تجيبوا هذا الاشي بالبساطة. طبعا هلا في مشكلة انه التراكتور من قدام مرفوع. هلا فرجيكم شلون. وهلا بالمرة الصناديق اللي موجودات بالطريق معبيهم كمان فيها ونشيل كل اشي. قرب يخلص اليوم حتراسنا وننام يعني هلق او روح حتراسنا وننام. اترك التراكتور غد شغالة يعني اذا ضلوا شغالين عادي قدي معلم. ما والله هذا شكله مو مدي ابدا. وانا هو يفضل انه نشيلهم كلهم نعملهم نفس السيستم هذا يعني بس افضل يعني. اوكي ما في مشكلة يعني اذا ما في هيا نشيل هديك عشان يعني بتلاحظوا الفرق. شوفوا شفتوا شلون التراكتور كبس لقدام. طبعا هي بتفيد لأرضي بس يعني لو انه قرب منك الأراضي بجيب تراكتورين للتراكتور الثاني كمان بحول له اياه نفس الشيء بزركب له اياهم وبظبطه. او ما بدي المشكلة انه هاي في مشكلة انه اذا بدلناه هون والله يمكن لك هي نفسها مركبة وما لكم ناضين هذا الاشي يعني تراكتور منه فيه اساسا حراسي. هاي الحمراء صح لا انا غلطان هو بلق. خلينا نشوفها بالمتجر يعني يمكن لك هي منها وفيها فيها الحراسة وكل اشي. لا والله كلهم فيهم هاي الورقة. طب هي ايش شغلتها؟ ما هي تبذر وتحرس يا الله. وات ذا هلب. هلا هي بتسوي بلوين معناته بتسوي بلوين فتصير مرحلتين لتسوي البلوين. طيب هلا كل حال بنجربها على الارض معناته ما رح نشتري نتركها بعدين نشتري بنسوي التيست تبعنا. هذا صار معه هذا شأن يقرب انه يخلص. حلوة هي في عنا واحد خالص كوليكتد. يمكن لك هذا العقد. لا ضل عنا الارض رقم 1 و6. ايش قدر رقم الارض؟ هاي رقم 1 حلو. هون هذا خلص صاحبنا حلو. خلينا نسكر ناخذ على الارض هذا التراكتور لي. شوف يمكن لك بيركب مع هذا البلوين بس اللي يصير البلوين هذيك مزعجة تصير ثقيلة يعني تدق وزن على التراكتور فلذلك يعني. شوفوا انا شايف هلا صار عنا يا اما نشتري الاراضي يا اما بنصير نمرق وقت بسرعة. بس في شغلة انتبهت عليها. هلا شوفوا هلا موسم الزراعة عند هدول او خلينا نشوف موسم الحصاد تبعهم. شوف زمان احنا اخذنا منهم العقد يشتغلوها لحالهم ولا تضل الارض فاضية. هلا في انتبهت انه الارض عم تضل فاضية هيك انتبهت ما بعرف. هلا بنشوف بنسوي عنها تيست. انت مو وقفناك هنيك بالزاوية ليه كل شوي عبال اخي نص الشارع. هذا صاحبنا هسه مطول تيخلص. انا نشوف هذا بالرشاش خلص اتوقع خلص حاج. اوكي حلو وين ارضي صارت. والله مشوار يا معلم طويل. يلا عادي
الدروب بتهونكر معكم منسوينا دورة هيك بالأرض نتفرج عليها عندها الغروب الساعة 6 صارت العصريات نحن ونازلين طبعا هون في معمل إن شاء الله قريبا نشتري نشوف شلون بدنا نضبط المواد ونجهزه يعني في معامل نشتريها ونستفيد منها إن شاء الله بس أول شيء خلينا نطالع إنتاج سرعنا منتجات على الحالة هي شكلنا مطولين وصاير رتم اللعبة كتير بطيء كان أولي أسرع بحسه ما بعرف او جوز عملني صرت كنت اولي بعرفها كل تفاصيلها فكانت احسها اسرع وانا اخذ اجرب تراكتور باللعبة حلو ايش هالبناية طبعا عليهم طلع دوبل اوه كازية هاي فازين هاي بدنا موضوع شي ما بده حلو هالفازين هاي شو هذا بيت واحد من الفلاحين ايش هالفلاح اللي عنده هيك بيت يا الله فلاح اغنى مني شايفين هاي المنطقة كلها منطقة اشجار يعني هاي اذا بكرة بدنا نشتغل ناخذ عقد اشجار فنقدر نشتري الشوفيه باخر الارض فوق هاي انت غابة جميلة هلو سكة القطار وصلنا عليها هذا المدخل تبع سكة القطار طبعا فيهم معمل ما بعرف شو هو المعمل هذول كلهم بكرة نكتشفون هاي منشاف خشب شكلها يب منشاف خشب يب والله نفسي هيك بنزلونا ماب جديد نجربها يعني حال لحد الان ما في مابات فمجبورين نلعب حسب ما هن منزليننا يعني فهمتوا شلون فهاي المشكلة يعني امبارح دورت على ماب ظليت ادور ما لقيت مابات ابدا وإذا لقيتوا حدا انتم منزل ماب جديد او شغلة جديدة يا ريت شاركونا فيها اكتبوا لنا تحت التعليقات بندور لكم عليها ننزلها والله شكله يا معلم ما في شيء غير هالمعامل هلا نروح نطجهم كلهم مصاري بكره نعبي مصاري 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 ونبلش نشتري لك بالفابريكات فابريكا ورا فابريكا انا وين رايح انا عم بطلع الخريطة وماشي اوف قد غبي والله شي فخم لو في هون قطار وين صار قطار يمين يا يساري راح القطار بالعكس في صوت كنيسة يمكن هون بسمع صوت جرس يعني ممكن يكون في فوق كنيسة اي والله كنيسة هلا بجيب البيكام ونروح نشوفها وننهي الفيديو بعدين سوى شنو نروح نجيب البيكام ونطلع لفوق باش الله ما يكون انا ماشي غلط لا مظبوط وصلنا واخيرا وصلنا يا لطيف طلعت روحي بما وصلت الو وين البيكام هلا بنروح نسوي دورة بالكنيسة ونرجع لكم. عدي البيكام بلاش يدوس. حس القوة هون. شوف المراية شايفين المراية شو ما شغالة فيها مشكلة. هلا مش شغالة بتطفي اللعبة برجع شغلها وبخلص اليوم تشتغل المراية. يعني فيها مشكلة اللعبة. فيها بقات ربنا مو بس هي. هنطلع من هون نتفرج ايش فيه حلوة حارات قديمة هلا في طريق درج خلص الطريق طالعي لك ملين طالعي لك نوم بس بدنا نروح لآخر الشارع وبعدين نطلع اليمين من هون لازم يكون في مفرق
اكيد مو هين. اه والله هذا كمان بيطالع. اي طلعك على البيت. ليك هالكنيسة قدامنا صايت. والله في كواع كتير يا. ماذا خلص الطريق. اه هذا هو الطريق مشي. ما في سيارة اطلع عليه. يعاود اطلع عليه بالسيارة. او معي تراكتور بيطلع بكل سهولة. كل سهولة وسلاسة وراحة. يلا دي عادي. وين المفروغ مالين؟ هو شكلنا ضيعنا بالطريقة. خلينا ننزل. ليك احي 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 ذكرني بايام سورية. احي نايس اي لايك ات. خلينا نطلع لفوق كمان. اتوقع العبدو الجرس بهذا المبنى اللي بعده. طب خلينا نطلع هون. هون المكان الوحيد في درج. ايش هاي؟ ايش هاي؟ ما عرفت ايش هاي. اللي بيفهم ايش هاي بيخبرنا. وين الكنيسة عبدو الجرس؟ اه هون بلب المبنى بصل له. نايس. انها المدينة من الاعلى. ايش رايكم بالمنظرات؟ وبس يكون هون نهاية الفيديو. شكرا لكم. شكرا للمشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.